الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل نظرية الاقتصاد الكلي، كيف نحلل ميزان المدفوعات Balance of Payment. هذا التحليل هو بشكل مبسط جدا جدا، لأنه إذا دخلنا بالتفاصيل سنستغرق ساعات وساعات، لكن سأعطي بشكل عام الشكل المبسط المجمع، وعلى بركة الله نبدأ. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في أيام جائحة الكورونا. الآن ميزان المدفوعات Balance of Payments. قلنا في مقطع سابق أن ميزان المدفوعات هو ببساطة صافي ما يدخل الاقتصاد وما يخرج منه على شكل مدفوعات، تقسم إلى جزئين رئيسين: الحساب الجاري Current Account وحساب رأس المال Capital Account. يتشكل الحساب الجاري بشكله المجمع Aggregated أو البسيط، يعني هنا المجمع الذي نجمع فيه كثير من البنود ونضعها تحت عنوان واحد، وهو بشكله المبسط مما يأتي الآن: الحساب الجاري قيمة الصادرات Export Value التي يقبضها مصدرو البضائع والخدمات لقاء البضائع والخدمات التي يصدروها إلى الخارج إلى دول أجنبية وشركات أجنبية. ثانيا الدخل Income Receipts الذي يحصل عليه العاملون المغتربون والذي يحصل عليه المواطنون من الخارج ويحول إلى الداخل الوطني. إذن الدخل الذي يحصل عليه العاملون تسمى Income Receipts، المغتربون والذي يحصل عليه المواطنون من الخارج ويحول إلى الداخل، يعني هنا في مغتربين وهنا في الآن مواطنين يأتيهم دخل من الخارج، هذا يحول إلى الداخل الوطني. الآن قيمة المستوردات Imports Value التي يدفعها المستوردون للبضاعة والخدمات التي يستوردوها من الخارج إلى شركات ومؤسسات ودول أجنبية. مدفوعات الدخل Income Payments التي يحصل عليها العمال الأجانب ويحولونها إلى بلدانهم أو تحصل عليها المؤسسات الأجنبية مثل العمالة الأجنبية والشركات الأجنبية وما شابه. الآن وأخيرا صافي التحويلات Net Transfer التي تذهب إلى دول أخرى مثل مساهمات مواطنين في شركات أجنبية أو أقساط شراء أصول عقارية في الخارج أو ما شابه. الآن هذا مثال بسيط، هنا قيمة الصادرات وضعناها بالأخضر، عندي 2000 وحدة نقد، مليون مليار وهكذا، مجموع الدخل طبعا هنا موجب المقبوض من العمالة الوطنية المغتربة ودخلت إلى الاقتصاد الوطني، والذي المقبوض الآن مجموع الدخل الذي حصل عليه مواطنون من الخارج مجموعة 3000. الآن 5000 عفوا قيمة المستوردات، هذا المجموع 5000، قيمة المستوردات التي يستوردها شركات مؤسسات محلية وطنية من الخارج 2500، مجموع الدخل Income Payments الذي ذهب إلى مواطنين أجانب وهكذا 1000، صافي التحويلات Net Transfer كما في التعريف هنا 500. إذن صافي الحساب الجاري إذا جمعنا الأخضر وطرحنا منه الأحمر هنا بكون صافي الحساب الجاري 1300 فائض. الآن نذهب إلى حساب رأس المال بشكله المجمع Aggregate البسيط، مما يأتي يتذكر التغير في قيمة الأصول الأجنبية الخاصة Private Assets مثل الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة هنا يعني في الاقتصاد الوطني، صافي التغير والتغير في حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية Foreign Reserve لدى المؤسسات الرسمية كالبنك المركزي، عندي هنا التغير في قيمة الأصول الوطنية الخاصة في العالم الخارجي، والآن التغير في الاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية لدى مؤسسات أجنبية خارجية. إذن يعني هذه الآن هنا التغير في الأصول الأجنبية، يعني في استثمار مباشر وما شبه داخل الاقتصاد الوطني، هنا أتت زيادة في الاحتياطيات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وطبعا يعني وضعها الآن البنك المركزي تحت سيطرته أو رقابته أو تحت تصرفه. التغير في قيمة الأصول الوطنية، لنفترض بأن مواطنين أجانب الآن لهم عقارات ولهم حسابات في الخارج، هاي التغير في الأحمر، وهنا التغير في الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لنفرض البنوك الوطنية لها احتياطيات في الخارج والبنك المركزي له احتياطات في الخارج، هنا التغير بالأحمر وهنا التغير في الأخضر، بمعنى هذا آخر أنه هذا قيمته موجبة هنا قيمة سالبة. المثال هنا التغير في الأصول الأجنبية
فرن owned assets كانت 3000، زادت بمعنى آخر بمقدار 3000. التغيير في احتياطيات من العمل الأجنبية زادت بمقدار 3000. التغيير في قيمة الأصول الوطنية الخاصة في العالم الخارجي خفض بمقدار 2500. التغير في احتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية انخفض بمقدار 4000. المجموع الآن لاحظوا صافي حساب رأس المال يساوي سالب 500. فإذا عجز قبل قليل في حساب الجاري وجدنا بأن صافي الحساب الجاري كان موجب 1300، هنا عجز 500، ما يعني الآن بأنه المجموع نجمع الطرفين ميزان المدفوعات يجب أن يتساوى الطرفان. وعادة ما يضاف بند السهو والخطأ، السهو والخطأ هنا عفوا، إلى الميزان كي يتوازن في حالة وجود فرق. في هذه الحالة هناك فرق موجب مقداره 1300 من حساب الجاري، مطروح منه 500 من حساب رأس المال لأنه سالب القيمة، هنا في عجز وهنا في فاض، فالصافي 800 لأنه يجب أن يتساوى، أي أن الفرق في الحساب الجاري 1300 وحساب رأس المال سالب 500، ما يعني بأن بند السهو والخطأ هو 800. انتهى الآن هذا العرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.